انا قصدت الحمد لله كان وارد وانا متقبلاه، والحقيقه الطقم الطبي في مستشفيتي الناس في منتهى الجمال، احنا عيله ما احناش طقم عادي، احنا بقينا عيله مع بعض. خافوا عليا ومن الاول خالص دكتور محمد علي قال لي نعمل التحليل، وطب ليه طب يلا فورا حاضر، يعني حطوني في عينيهم من جوه. كانت البنات بتخش يعني تديني العلاج وتعتقد المحاليل والكلام ده كله بحب وحنان جدا وطيب خاطر خالص. يعني الدكاتره زمايلي كان المفروض ينزلوا ما نزلوش، فضلوا معانا ما تخلوش عنا، فضلوا قاعدين معانا مكملين عشان شالوا شغلنا وشغلهم وشالونا احنا كمان. الحقيقه كله كان متعاون وكله كان متفاني في الخدمه، ساعدوني جدا ان انا اتحسن، ساعدوني جدا ان انا اتقبل الامور بصدر رحب بوشهم البش وقلبهم الابيض. وعدت ازمه وعدت الحمد لله عدت على خير.